بقى من الواضح جداً رغبة الحكومة المصرية في إلغاء بطاقة التموين وتحول الدعم على بطاقة التموين للمصريين لدعم نقدي، عبارة عن فلوس يعني. يعني أنت بدل ما بتروح تجيب رز وسكر وزيت، هتاخد لك مبلغ كده في إيدك وتروح بقى تشتري اللي أنت عايزه. طب يا ترى إيه القصة دي؟ وإمتى هيتم تنفيذ الموضوع ده؟ وإيه تفاصيله بالتحديد؟ كل ده هنكشفه النهاردة في الفيديو ده. كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خرج علينا من قريب وقال إن الحكومة شايفة إن من المهم جداً تحويل الدعم العيني في بطاقة التموين لدعم نقدي، يعني كل عيلة تيجي تاخد مبلغ من المال بعدد الأفراد اللي في بطاقة التموين، بدل ما بياخدوا سلع من زيت وسكر ورز وخلافه. لكن مدبولي في الوقت ده قال إن القرار والله مش بإيدينا إحنا، ده بقى يرجع للدولة. وبعد كده خرج الدكتور مصطفى مدبولي تاني وقال إن قرار تحويل الدعم العيني إلى نقدي انتقل للحوار الوطني علشان يتم الاتفاق عليه هناك، وكمان تتحط الآلية اللي هتساعد في الوصول للهدف ده بتحويل الدعم للنقدي بدل العيني، وكمان لضمان حصول المواطن على حقه في بطاقة التموين. وبعد تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فضل السؤال اللي بيشغل بال كل المصريين: لو التموين اتحول لفلوس هناخد على الفرد الواحد كام؟ علشان يخرج علينا الدكتور فخر الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ويقول إن كل فرد في بطاقة التموين هياخد 200 جنيه كدعم مالي بدل بطاقة التموين، يعني الأسرة اللي ليها بطاقة فيها 4 أفراد هتاخد في الشهر الواحد 800 جنيه. وكمان البرلماني المصري قال في تصريحات تلفزيونية إن مصر عندها 98 مليار جنيه قيمة دعم الخبز في الموازنة العامة للعام المالي الحالي، منهم 2.5 مليار على بطاقة التموين ما بياخدهمش المواطن المصري. وقال لو قسمنا 98 مليار جنيه قيمة دعم الخبز على 70 مليون مواطن مستحق للدعم، فإن كل فرد هيحصل على 1400 جنيه في العام، ولو قسمنا 1400 جنيه على 12 شهر سيحصل كل فرد على 100 جنيه، وإذا كانت هناك بطاقة تموين بها 4 أفراد ستحصل الأسرة كلها على 400 جنيه. وعن الآلية اللي هيتم توزيع بيها الدعم النقدي ده على المواطنين، قال إن القصة دي كلها بقى في إيد الحوار الوطني اللي هو هيقرر هيحصل إيه بالظبط وإزاي وهننفذ الموضوع ده وكل مواطن عندنا هياخد إيه. وفي نهاية الشهر اللي فات أغسطس خرجت علينا شعبة المخابز في القاهرة وقالت إنها شكلت لجنة لإمكانية تعديل منظومة توزيع الخبز بحيث يتم التحول من احتسابه بالعدد إلى احتسابه بالوزن. وقالت الشعبة إن القرار ده جه بعد شكوى من المواطنين بسبب نقص حجم رغيف العيش، وعلشان كده الحكومة بدأت بقى في دراسة الموضوع ده. وقالت الشعبة إن اللجنة هتقوم بدراسة جميع الجوانب المتعلقة بهذا التعديل المحتمل، ومفيش لحد دلوقتي أي قرار رسمي عن الموضوع ده، وإن اللجنة لسه بتدرس وتشوف إيه المناسب.